الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزيدنا علما ينفعنا. ثم ما بعد، وكتاب كيرني الأدب المفرد لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وأنا الدرس جيني تضبي تبناد، هناك بالأبناء يا حديث كصدح بقول أفرتني تضبا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من زار قوما فضعم عندهم. حباب يهي من زار قوما قوم روحي سوسي يرتو صوب وقضاء وفضعم قوت راشنكي يا مرتصور كأيسيين عندهم يغاكتو ذاك قوت. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن السلام، محمد بن السلام البيكندي قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد بن مهران خالد الحداء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار أهل بيت. رسولك إلهي سار وحب وغدو سيارتي أهل بيت، أهل بيت بو سيارتي وأنس بن مالك رير كودي. أهل بيت كاسو من الأنصار، أنصار كمذا فضعم وقوتي راشنكي عندهم أكتودا، يعني فضعم وقوتي عندهم أكتودا ضعاما عنتو. فلما خرج مركو بحي النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر وحفر بمكان بوس ومن البيت قرية كمذا، فنضح له ولور شيء على بصاد جوجل نبي صلوات الله وسلامه عليه صلي أما عودي وكتكني بحوجا بيا الغش الصبي، فصلى عليه وكتك ذي بصاد كي يغشي، ودعا لهم غيسكي يعني مركا مرتصور كأسلمين وأدعي نبي صلى الله عليه وسلم. حديثك وحديث يعني بخاري ومسلم بأي ورنيان. قيس كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرتي صوري غرغود او كتو كدينا، وانس بن مالك قيس كيسا هو يدي ام سليم يعني مر ايا مرتي قاضي. كتاب كيوري الشمائل المحمديه والخصائل المصطفويه نوين كسو مرنا خاربه في صحيح كورنيا كتاب الادب رغم كل حدنا الشناد بكورنيا. طيب، قال الامام رحمه الله تعالى: حدثنا ابن حجر علي بن حجر السعدي قال: أخبرنا صالح بن عمر الواسدي واثقة عن أبي خلدة وخالد بن سليمان يعني مركا وصدوق قالوا: جاء عبد الكريم أبو أمية، عبد الكريم أبو أمية إنك لله أيامي، وعبد الكريم ابن أبي المخارق كن يدي سنة أبو حلويق أن أبو أمية، وأنا نين ضعيفه الإمام مسلم في المقدمة وكجور رمي عبد الكريم ابن أمية الجسري أي لويقا إلى أبي علية الرياح تابعي سويمي وعليه أيضا أبي أمية نينك إلى هدوشي سوى هذا الثياب صوف يعني در صوفة، در صوفة يعني در حوغا عدبي أو مركا عن نظافة كتشرين أو أي كم وقته دوق يحوغا وسق أي كم وقته أي أيم. فقال له أبو عالية، أبو عالية وحكوري: إنما هذه مدني وحوي وثياب الرهبان لركنات سيدته ولركي بوبك كني صدوه أي قادن شرين، لركي بوبك كني صدوه أي قادن شرين ويي ما لرك ضدك إسلامك وحلوية قانا إن إسقرحيان وبالعدود أي لاليان. يعني مركا إنما هذه مدني وحوي وثياب الرهبان يعني الرهبان تأي بوابك لمنك كنيسة ده تشوغا دركو دي وحي. إن كان المسلمون يعني وإن إن مخفف من الثقيلة، إنه كان وحوها المسلمون مسلمين توحي أهايين إذا تزاوروا مركا إسبوغنيا تجملوا وإسقرحينيين سلمين تلقن كي عدد القوي قال وحوي حضي إسبوقنا يان وائس قرحيان معايا لي روح إنو إسقرحيو
وحو ديدايا ما جرى إلهي وحو ليه سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق حو نبي وليه صلوات الله وسلامه عليه إن الله تعالى إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته إلهي أدونك هدو النعميون نعمة وغضيقه وحجعلي هاي النعمة دارات كيدي يعني مركا إنو كأركو ودوشي سو كمقت ويكره البؤس والتباؤس إسبصاصين تأيو يعني الروح إنو حالد حن يموقال حن أموتينا نبي ونعبي هاي ألا ونعبي هاي ويري حديثك هوري يعني مركا أثرته هوري يدن وحسن وصحيح معضل أدب المفرد ك أيا يعني مركا وكو صحيح علي عبد الكريم يعني أبو أمية ننكلي ضعيفنا قصده ده إساقه كو سابسنته الرواية من